سيب الدنيا شوية مش هتبقى. يقول لي يا عبدي أخذت منك الدنيا فانشغلت في طلبها عني، أعطيتك الدنيا فالتهيت في أخذها عني. يا عبدي متى تأتيني وتتفرغ إلي؟ إن خدناها منك تفضل ليل ونهار تعيط عليها، وإن عطيناها لك تنشغل بيها عننا، إمتى هتبقى معانا؟ إقبال على الله. والعبد كيف يرتع في مجالس الذكر؟ بثلاثة أشياء. الأولى تذلل. الأولى إيه؟ بالتذلل. ما إحنا جايين من عالم أغيار. لما تحب تدخل على حد عظيم تقف على الباب إزاي؟ تبقى داخل الحضرة عامل إزاي؟ أنت على لقاء مع العظيم، أنت على موعد مع الله، أنت على موعد ملائكي، أنت في سرادق يحضره الحق وتتجلى فيه أنوار الملائكة وتمر عليه نظرات الصالحين. أنت في مجمع، أنت في مجمع إذ لم يكن فيه محسن واحد فالله يقبل الجميع بمحض إحسانه. وهم ماشيين يقولوا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فكيف تحضر هذه المجالس؟ تدخلوا من باب الاعتذار وتجلس جاثيا على ركب الافتقار، ها، ولا تلتفت لا لأغيار ولا لأنوار. ها كيف نرتع؟ ها نرتع ازاي فيها؟ فهمت نعمل ايه؟ ندخل من باب ها الذل والافتقار، ندخل من باب الذل والاعتذار، ونجلس على رشق ونجلس جالسين على ركب الايه؟ ها الافتقار. ما احنا جايين نشحت نظرة، ولا نلتفت إلى أغيار ولا إلى أنوار. أقول تاني عشان التكرار بيعلم الشطار. ندخل من باب الإيه؟ الذل والاعتذار. ما احنا غلطنا وجايين نخبط على الباب عشان نسمع الجواب، وانت طالع تاخد تأشيرة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتدخل من باب الاعتذار وتجلس على ركب الافتقار، ولا تلتفت إلى أغيار ولا إلى إيه؟ إلى ولا إلى أنوار. يتبقى سؤال واحد. تقول يا رسول الله إذا مررتم برياض الجنة فإيه؟ كل فريق بيقول رياض الجنة هي اللي عندنا إحنا. هي إيه بقى رياض الجنة يا رسول الله؟ قالها قولة صريحة. قال حلق الذكر. قال ايه؟ ناس يقولوا رياض الجنه اللي هي ما اعرفش ايه، لا احنا الكلام واضح. واظن سيدنا النبي ما كانش محتاج ابلغ من الكلمه دي، هو ابلغ البلغه. قال ايه؟ حلق الذكر. قسموها العلماء حلق الذكر، اما انه ذكر تذكر الله به كهذا، او ذكر تذكر به كهذا. يبقى جمع لنا ربنا بين الحضرة والمحاضرة في ساعة واحدة. أو ذكر تذكر به إن تحقق هذا. يبقى إما ذكر تذكر به زي اللي احنا قلناه دلوقتي، قعدنا نقرأ الأوراد ونسبح ربنا. أو ذكر تذكر به الشيخ يقول درس أو محاضرة أو كلمة أو وعظ. إن تحقق القبول في الاثنين تحول انت بدل ما تكون قاعد ذاكر تحولت الى ايه؟ الى مذكور. فاما ان تذكر به كهذا، او تذكر به كهذا، او تذكر به ان قبل هذا وذاك. اذا مررتم برياض الجنه فايه؟ فارتعوا. قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال حلق. ارتعوا يعني اعملوا ايه؟ ادخلوا من باب الذل والاعتذار، واجثوا على ركب الافتقار، واياكم والتلفت الى اغيار ولا انوار. ان حصل لكم هذا كنتم في رياض الجنة، ولعل في الجنة تسمو الاحوال فترتفع البراقع عن وجه الجلالة. إن حصلت لكم هذه وكنتم حقيقة في روضة من رياض الجنة
لعل الجنة تسمو بمدح المصطفى إلى فردوس ترتفع فيه الأنوار على وجه الجلال.